السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الأعزاء. طبعا نشرت هذا المنتدى والكل شافوا هذا المنتدى. إجاني تعليق: ليش الكذب؟ هذا التعليق قبالكم، شوفوا هذا هو التعليق. اقروا شوفوا المعرف مالته، تركوا مشاهدة قناة حتى يروح أمك. أم 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 سفن أم أو دي 3 4. شوفوا إنجليزي، كله دق إنجليزي أخوان. المهم هذا لون الاسلام اللي تحته امي اللي هو طرابيزه. المهم اجي هنا على الشورت. هل ما يمنعك عن النوم مع امك هو الاسلام؟ الاسلام. لو كنت انت لست مسلم كنت نمت مع لو أمك؟ كنت لو ما كنتش مسلم وكنت ملحد ما فيش عندي حرمات ولا حد هيحاسبني. نمت مع امي، نمت مع ابويا، نمت مع اختي، نمت مع عمتي، نمت مع خالتي، ما فيش حد هيحاسبني. اعتقد جدا واضح. تعال اخوان خلينا نشوف بالمناسبة، يعني انا سويت هذا، شوفوا سوي له اشارة، هاي سوي له اشارة. هل ما يمنعك عن النوم؟ رجع هو نفسه علق: الصوت مفبرك وواضح من الصوت يا همشة. همشة بس انا ما اعرف هاي همشة يعني غلطة همشة شنو بالضبط. اذا كانت غلطة فالله يطيح حظك، واذا كانت مو غلطة هم الله يطيح حظك. رديت انا هنا قلت لكم شفت شلون المخلوق الوهابي نغل، شفت شلون كشفنا نفاقك. المهم هو طفر بعد، يعني اصلا ما علق. فشفت اخوان يعني ذولا تجيب له ايش ما تجيب له من دلائل، هو اكو نموذج يعني هو يقول لك انا قندره تمشي على الارض. ما اقتنع، انا ما اقتنع ايش ما سوى. انا ناصبي، انا اصلا اكره البيت. يعني هو هاي يعني هو القوقعه اللي هو بيها هاي يعني مستحيل يخرج من عندها. هذا ليش تستهزئين بدين غيرك؟ اقول لكم انا ما اعرف يعني اسم القناه ساحقه النواصب، لو ساحق النواصب شو الفيلم؟ يعني الاسلام كله يبري بيها ولد، البثوث الاسلام الدنيا صوت ولد يصير فيها بصوت كانه بصيغه بنيه. ترى الحساب واضح جدا انه حساب ولد مو حساب بنيه. اذا كنتم متقصدين فالله يطيح حظكم، واذا كنتم ما متقصدين هم الله يطيح حظكم. كل احوالكم الله مطيح حظكم. طبعا كان الوهابيه ما عليكم انتم خارج قوس. هم رديت يعني والله شوف قسم اساس الكلاوتش. اي شوفوا ليش تستهزئين بدين غير، شوفوا يحسسك انه هو ابو الاخلاق، تحسه يعني فد انسان راقي. يعني هو كلاوتشي 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 والله. شفت تعليقاته قبل شوي شلون تشذب وقام يخيط ويخربط كلاوتشي. وكلها تعرف انه هذا اللقاء مال البخيت، ويمكن وين البخيت هذا الملحد اعتقد لقاء هذا الطرابيزة. فهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.